لاعب الأهلي وقع رسميا لبيراميدز ورد فعل قوي من مجلس محمود الخطيب. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. لا تتوقف إدارة بيراميدز عن تصدير الأزمات للنادي الأهلي من خلال الدخول في مفاوضات مع عناصر مرتبطة بعقود مع القلعة الحمراء، فقد تأكد مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي من توقيع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق إلى صفوف نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات. واتفق ناصر ماهر على قيمة عقده مع الفريق السماوي، حيث سيحصل في الموسم الأول على 9 ملايين جنيه، ويحصل في الموسم الثاني على 10 ملايين جنيه، وفي الموسم الثالث على 11 مليون جنيه. ويضغط ناصر ماهر بقوة على جهاز الكرة في النادي الأهلي من أجل الرحيل وفسخ عقده مع الفريق أو من أجل بيعه إلى صفوف فريق بيراميدز بشكل رسمي. وأكدت مصادر داخل صفوف النادي الأهلي عن رفض مجلس إدارة النادي الأهلي التام لفكرة انتقال ناصر ماهر إلى صفوف بيراميدز، وهناك اتجاه بعرض اللاعب للبيع ولكن ليس لصفوف بيراميدز. ووضع جهاز الكورة في النادي الأهلي شرطا لانتقال ناصر ماهر إلى صفوف بيراميدز، وهو الحصول على $1 مليون أو الحصول على خدمات المهدي سليمان حارس المرمى بالإضافة ل7 ملايين جنيه. وحتى هذه اللحظة هناك رفض من جانب إدارة بيراميدز لشرط النادي الأهلي بشأن بيع ناصر ماهر، في الوقت الذي لا يمانع خلاله جهاز الكرة الإبقاء على اللاعب في حال رفضه الانتقال لأي فريق آخر بعيد عن بيراميدز، حيث يتمسك صانع ألعاب النادي الأهلي بخطوة ارتداء قميص الفريق السماوي. ناصر ماهر كان قد خرج من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي في الفترة الماضية بسبب تألق محمد مجدي أفشة، كما جاءت الصفقات القوية التي أبرمتها إدارة النادي الأهلي في انتقالات الصيف لتجعل فرص حصول ناصر ماهر على المشاركة غاية في الصعوبة. في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد، ياريت تدعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.